السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي. واليوم بإذن الله مع حل اختبار الفصل الأول لغة عربية سنة أولى متوسط. رابط الموضوع في صندوق البسط. نبدأ. إذا حملوا الموضوع، قوموا بحله، وبعدها شاهدوا الحل. نبدأ. النص: يعتبر ابن سينا من أبرز العلماء المسلمين وعظماء الإنسانية، وقد اشتغل بالطب والفلسفة وبرع فيهما. ولد بقرية أفشنا الفارسية بالقرب من بخارى سنة 370 هجري 980 ميلادي. عرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الأوروبيون أمير الأطباء. ولابن سينا العديد من الإنجازات خصوصا في مجال الطب، فهو أول من وصف مرض التهاب السحايا وصفا صحيحا، وهو أول من كشف عن بعض طرق العدوى لبعض الأمراض المعدية مثل الجدر والحصبة، كما أشار إلى تأثير المعالجة النفسية على معالجة المريض. كان ابن سينا متوقد الذكاء قوي الإرادة، عالي الهمة كالجبل الأشب، له اطلاع بمختلف العلوم التي شاعت في عصره، حتى ذاع صيته وتوافد عليه طلبة العلم من مختلف الأقطار والأمصار. ألف ابن سينا أكثر من 200 كتابا في مختلف المواضيع، أكثرها في الطب والفلسفة، وأشهر كتبه القانون في الطب الذي ظل لسبعة قرون متوالية المرجع الرئيس للطب في أوروبا. أولا سنبدأ بقراءة الأسئلة وبعدها نجيب عنها. الأسئلة: الجزء الأول 12 نقطة. الوضعية الأولى: ضع عنوان مناسب للنص، اذكر إنجازين لابن سينا في مجال الطب، بين لماذا يعتبر كتابه القانون في الطب أهم مؤلفاته، هات من النص مرادف ما يلي اشتهر البلدان. الوضعية الثانية: أعرب ما تحته خط في النص، استخرج من النص ما تملئ به الجدول التالي، مفعول به، نعت حقيقيا، كلمة ابتدأت بهمزة وصل، سبب كتابتها. اجعل الفعل في الجملة التالية مبنيا للمجهول وغير ما يجب تغييره، كتب الطبيب وصفة للمريض. ضع علامات الوقف المناسبة في الجملة التالية: قلت لصديقي هل تعرف ابن سينا؟ قال لا، ومن يكون؟ قلت عجيب، كيف لا تعرفه؟ فهو عالم وطبيب مشهور. صمم جملة تتضمن تبقى. الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية السيئة. درست في نصوص مقطع عظماء الإنسانية أن هؤلاء العظماء حتى وإن رحلوا عنا فلا يزال ذكرهم باقيا على ألسنة الناس وعلى صفحات التاريخ بفضل ما قدموه لأممهم وشعوبهم وللبشرية جمعا. أحسنا، قال الشاعر: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهو في الناس أموات. التعليمة: اذكر موضوعا من 10 أسطر تتحدث فيه عن عظيم من عظماء الإنسانية، مبينا أهم محطات حياته وأبرز الإنجازات التي أفاد بها البشرية، موظفا حال كان أو إحدى أخواتها تعبيرا مجازيا. الأجوبة: الجزء الأول، الوضعية الأولى. بالنسبة للسؤال الأول، عنوان النص هو ابن سينا. السؤال الثاني: كان لابن سينا عديد من الإنجازات، فهو أول من وصف مرض التهاب السحايا وصفا صحيحا، وهو أول من كشف عن بعض طرق العدوى لبعض الأمراض المعدية. السؤال الثالث: يعتبر كتابه القانون في الطب أهم مؤلفاته لأنه ظل سبعة قرون متوالية المرجع الرئيس للطب في أوروبا. السؤال الرابع: اشتهر ذاع صيته البلدان الأقطار الأمصار. الوضعية الثانية: أعرب ما تحته خط في النص، وصفا مفعول مطلق منصوب علامة نصب بالفتحة الظاهرة على آخره، الطلبة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هنا عندما نرجع في النص، قالوا لنا وصف مرض التهاب السحايا وصفا صحيحا. إذا وصفا كلمة اشتقت من الفعل وصف، ولذلك فهي مفعول مطلق. بالنسبة للكلمة
وهي الطلبة. هنا توافد عليه طلبة العلم. توافد هنا الفعل وطلبة الفاعل. عندما نقول من توافد عليه، توافد عليه طلبة العلم. نكمل. هنا بالنسبة للاستخراج، مفعول به مرض، نعت حقيقي صحيحا. كلمة ابتدأت بهمزة وصل ابن سبب كتابتها لأنها من الأسماء السبع، عفوا. إذا في النص نجد كلمة مرض في هنا، وصف مرض. عندما نريد أن نسأل نقول ماذا وصف؟ وصف مرض. إذا مرض مفعول به، وهو منصوب أيضا. الكلمة نعتا حقيقيا هنا وصفا صحيحا. صحيح النعت حقيقي لأنه يتبع منعوته في كل شيء ويصف لنا. كلمة ابتدأت بهمزة وصل في كان ابن سينا، كان ابن. إذا هنا ابتدأت بهمزة وصل. سبب كتابتها نعلم أن ابن، ابنة، امرأة، امرئ، اثنان، اثنتان، اسم من الأسماء السبعة، لذلك فابن منها، لذلك نقول لأنها من الأسماء السبعة. اجعل الفعل في الجملة التالية مبنياً للمجهول وغير ما يجب تغييره. كتب الطبيب وصفة للمريض. هنا لدينا عندما نريد أن نحول فعل ماضي لنحوله مبنياً للمجهول، نضم أوله ويكسر ما قبل آخره. أما المفعول به فيصير مرفوعاً ويصير نائباً له. وعندما نريد أن نحول هذه الجملة لمبنية للمجهول تصبح كتبت وصفة للمرض. رابعاً، ضع علامات وقف المناسبة في الجملة التالية. قلت لصديقي هل تعرف ابن سينا؟ قال لا، ومن يكون؟ قلت عجيب، كيف لا تعرفه؟ فهو عالم وطبيب مشهور. إذن علامات وقف هي نقطة، علامة استفهام، علامة تعجب، النقطتين إلى غير ذلك. في هذه الجملة نضع علامات الوقف المناسبة لتصير لنا جملة صحيحة. قلت لصديقي نقطتان، هل تعرف ابن سينا؟ علامة استفهام. قال نقطتان، لا، فاصل. ومن يكون؟ علامة استفهام. قلت نقطتان، عجيب، كيف لا تعرفه؟ علامة تعجب، فهو عالم وطبيب مشهور، نقطة. خامسا، صمم جملة تتضمن طباقا. إذا الطباق هو توافق كلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى. هما كلمتان متضادتان، مثل ما نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النهار، الليل. سمين، نحيف. وهناك نوعان للطباق، طباق السلب وطباق الإيجاب. طباق الإيجاب هو أن تأتي كلمة وضدها لا تسبقهما شيء، مثل ما نقول يأمر، ينهى. هنا لا يسبقهما حرف جزم، حرف نهي أو جزم فقط، وإما يكون فعل أو اسم فهو طباق الإيجاب. أما طباق السلب فهو إذا سبقت بآذات جسم أو نهي، لم،
ولا، عندما أقول لم يأمر، لم يأمر وينهى، هذا هو. أما إذا قلنا لم يأبر، لم يأمر، لم ينهى، فهو طباق الإيجاب. وعندما نقول هنا لم وهنا لا يوجد أي شيء، فهو طباق السلب. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن هنا ينهى ويأمر. الوضعية الإدماجية قالوا لنا أن نكتب عن عظيم من عظماء الإنسانية. إذن أفضل شيء نستطيع أن نكتبه عن عظيم من عظماء الإنسانية هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ بقراءة الوضعية الإدماجية. التاريخ مليء بالعظماء الذين عملوا على تطوير ورقي وازدهار البشرية، فرغم موتهم بقي ذكرهم على صفحات التاريخ. محمد رسول الله، سيد الخلق، ولد آدم، يتصف بأحسن الأخلاق وأعظمها. ولد عام الفيل بمكة المكرمة، دعا إلى توحيد الله وحده وترك الشرك، ونشر الدين الإسلامي في كافة أنحاء العالم. كان وحيدا يدعو لدين جديد، بينما الدنيا كلها تدين بغيره، ولكن الله وفقه وقد كانت أخلاقه أفضل الأخلاق، فقد كان يساعد اليتامى ويصل الرحم ويصدق الحديث ويتحمل الكل ويكرم الضيف، عفوا، ويكرم الضيف ويعين على نوائب الحق. مات صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول عام 1 هجري. علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو قدوتنا. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.